مساء الخير اعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من راي عام سيره الحبايب في رمضان. كل سنه وحضراتكم بالف خير. مساء الفل يا جان. مساء الابداع والجمال عليك وعلى كل مشاهدينا الكرام ومشاهدين سيره الحبايب بشكل خاص، بقول لهم رمضان كريم وليله جميله عليكم ان شاء الله. من قلب صعيد كان سفرهم للقاهره، سفر كان بيرسموا الخطوات المختلفه للاثنين اللي كانوا زي طائر الجنوب اللي حط على اعصاب الحياه في المحروسه عشان ينشر فيها البهجه والابداع. وبين حواري القاهره وشوارعها اتشكلت ونضجت موهبتهم، كل موهبه منهم كانت مليانه بتفاصيل الحياه وبتشعب روح الصوفيه، وكل تجربه كانت لها طابع خاص واسلوب مميز. ورغم اختلاف التجربه الابداعيه في طريقه الحكي والتفاصيل والبشر المنحوته من قلب الحياه المصريه، كانت نقاط التلاقي والتواصل الانساني في التجربتين واضحه وضوح السنين. من مشوار زياره سيدنا الحسين اللي بيتكرر بشكل دائم، لحب الفن والمزيكا، للحظات التوهج الفني، لحاجات كتير بتبتدي ولا تنتهيش، قدرت تجمع بين الثنائي المبدع ناصر عبد الرحمن وعمر طاهر. اتنين حافظين شوارع مصر بالشبر، هايمين في حواريها وتفاصيلها، ودايبين في كل حته في مصر القديمه، وبيشوفوا اللي لا يمكن انت تعرف تشوفه، لكن لما بيتنقل لابداعهم تبدا تحسه كانهم بيعبروا عن حاجه فيك او حاله حبيتها او عشتها. اتنين بيحبوا السيما والقرايه، وطبعا هما الاتنين من صنايعية مصر في الكتابه، لكن قبل ده وده هما بني ادمين حقيقيين فيهم تفاصيل كتير من المبدعين الكبار ومن الدراويش البسطاء. ناصر عبد الرحمن وعمر طاهر مش مجرد اتنين من كبار المبدعين في مصر، لا، انت لو صدفك الحظ وقربت من حياتهم الشخصيه وتجربتهم في الصداقه ويمكن حاله الونس اللي بينهم، هتحس قد ايه انت قدام حاله مبهجه، حاله فيها انسانيه مفرطه وحب للحياه، حياه بسيطه وعميقه في نفس الوقت، وبتضيف كتير لكتاب سيره الحبايب. طبعا برحب بيكم السيناريست الجميل الاستاذ ناصر عبد الرحمن، الكاتب الجميل والصديق العزيز الاستاذ عمر طاهر، منورينا وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيب، كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب ان شاء الله. الله اكبر. رمضان كريم عليكم. والنهارده من فقراتنا عندنا الفنانه التشكيليه ساره اللي المفروض هترسم لنا بورتري حلو لضيوفنا الكرام. مساء الخير يا ساره. مساء الخير يا جيهان. مساء الخير يا عمر. مساء الخير. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نفاجئ ضيوفنا المبدعين النهارده بحاجه بالقهوه جديده خالص. بورتريه بالقهوه. بالقهوه زي كل ليله. انتوا بتحبوا القهوه ايه؟ يعني غامق محاوج. لو بورتريه غامق محاوج احنا كده في عايز اطلب بورتريه غامق محاوج. هو ده اللي انا بشتغل بيه حقيقي. من غير سكر. ايوه من غير سكر. ماشي. وبالاضافه للقهوه عندنا شيف جلال هيحضر لنا النهارده سحور جميل. مساء الخير يا شيف جلال. مساء الخير يا استاذ جيهان، ومساء الخير على كل ضيوفك الكرام. النهارده عاملين سحور خفيف كده على قلبكم، وان شاء الله. على فكره انا مع جيهان برضه استاذ عمرو، دكتور عمرو. يعني معلش يعني متعود انت اللي دايما بتمسي عليا يعني. مساء الفل. عامل لنا ايه النهارده؟ النهارده عاملين سحور، عاملين فول، نوعين فول. الله. فول اسكندراني وفول بالزبده. الله الله. وعاملين كمان بيض اومليت، وعاملين النهارده كمان عندنا طعميه وبطاطس محمره. الله. وعاملين باذنجان مقلي، وعاملين زبادي بالعسل، وعاملين قشطه بالزبده الفول السوداني. والله انت اللي قشطه يا جلال. بتمنى لكم سهره سعيده وانا في انتظاركم. ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا جلال، وهنجي لك طبعا. الفقره الاساسيه عندنا السحور دي يعني، فطبعا كنت بقترح نبتدي عند جلال نرجع بعد كده نشوف هنعمل ايه يعني. طيب هنروح له، ما تخافش يا استاذ عمر. طبعا بحيي الفرقه الجميله، المشهد الرائع ده، فرقه وصلت سماع والاستاذ نور السيد، منورنا وكل سنه وانتم طيبين، وهنستمتع باغانيكم النهارده ان شاء الله. اهلا بيك. مولانا جلال الدين الرومي قال بما معناه انه لما تلاقي رفيق الدرب ما تدورش فيه لا على لغته ولا على لونه ولا ولا ولا، وانما تدور على لغه القلوب. ايه النهارده اللي جمع رفاق الدرب؟ ربنا.
يعني ربنا هو اللي بيولف القلوب وهو اللي بيأخي الناس، وفي أخوة ومعرفة روحية وفي معرفة بتاعت نسب يعني. فعمر طاهر أخويا الروحي يعني، واللي ربنا جمعني بيه من خلال الطريقة التجانية يعني. الطريقة التجانية جميل جدا. وتعرفتوا على بعض ازاي يا استاذ عمر؟ انا في بداية الشغل في الكتابة وفي الصحافة وفي المنطقة دي يعني، اول ما حطيت رجلي كنت بسمع عن اسم نصر عبد الرحمن كسيناريست شاب صغير، لكن في نفس الوقت شغال في افلام كبيره مع يسري نصر الله ومكتب يوسف شاهين، فهو يعني حد قريب منك في الجيل يعني، لكن واخد خطوات ناجحه ونسمع الاسم بس. لحد ما في يوم كنت في وسط البلد ولقيت واحد صاحبي بيقول لي تعالى معايا، احنا انا رايح فرح نصر عبد الرحمن، تعالى معايا. قلت له انا شخص ما اعرفوش يعني ما قابلتوش ومش صاحبي. قال لي ده هو، قال لي اعزم يعني اللي عجبك اعزمه. فكانت اول مره اشوف فيها نصر عبد الرحمن وهو في الكوشه يعني، دي كانت اول مره. وكان يومها تقريبا عيان وبرد ده يوم فرحه كان عيان؟ كان عيان جدا يعني، كان قاعد في الكوشه كان عيان جدا. ممكن تأجل. ومع ذلك لما اتقابلنا بعدها باسبوع كان فاكر ان انا كنت عيان برضه. رحت باركت له وبتاع، ومن اللحظه دي بقينا اصحاب. كنت عيان برضه. سمعنا انكم بتندهوا بعض بسيدي سيدي، ده تيمنا بالمتصوفه ولا اثارا للغير وللاخر يعني؟ لا ده بالمحبه يعني. احترام يعني سيدي نصر بالمحبه يعني. ودي الحاجه يعني بنتربى عليها وبنتعلمها يعني. طب يعني ايه اللي عجبك في سيدي عمر؟ لا في حاجات كتيره جدا، بس هو الاصل اللي فيه انه يعني يخفي اكتر ما يبدي. يعني اللي جواه اكتر كتير من اللي بيظهره، ودي سمه فيه لحد دلوقتي يعني. ما تعرفش الا ما تعرفوش كويس الا لما تقراه. وفي دي سمه الكتاب الكبار لما يعني. تقراه ولا لما تقراه تتعامل معه؟ لما تقراه، لانه انت لما تتعامل معاه بيديك على قد ما انت عايز. لكن لما انت بتقراه بتقرا البحر بتاعه والعالم بتاعه. فعرفته من خلال كتاباته اكتر. ويهيئ لي ان دي سمه اصيله في الكتاب. انه الكاتب اللي هو بيبدي اكتر ما بيدي يعني، تلاقيه مش اللي مخبيه قليل، فتلاقي كتابته بسيطه. بس لما يجي يحكي كتير قوي فيخدك على الفاضي. عمر العكس، دايما يقول الكلام البسيط ويبان ان هو سهل، بس لما تقراه تلاقي لا في 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 مستويات كتيره وكبيره في الكتابات بتاعته. فده خلاني اقدر اشوفه كويس يعني، خصوصا ان هو التنوع بتاعه ما اخفاش جانب عن جانب يعني، دايما قليل قوي اللي يبقى متنوع في الفنون بتاعته. يعني انا مثلا بكتب سيناريو، ده بيسموه ايه يعني، كتابة في اتجاه انا بحبه وشغال فيه. التنوع ممكن يبقى بالنسبة للناس تانية قليل قوي اللي تلاقيه وجيد. عمر تلاقيه بيجيد بيشتغل كويس قوي، مقال، الأغنية، الرواية، الكتابات المفتوحة، كل الحاجات دي بيكتبها بسهولة جديدة، لكن وراها يعني عوالم كبيرة يعني. فده اللي عرفني بيه بصراحة. جميل. البدايات كانت ازاي؟ بداية كتابة السيناريو يعني، ده كان حلم طفولة، كان حاجة كنت بتطمح لها، ولا جاء بالصدفة يعني كتابة السيناريو مش الكتابة بشكل لا عارف. أنا ما كنتش أعرف أصلاً الفيلم بيتعمل إزاي لحد ما دخلت معهد السينما، ولا أعرف يعني إيه سيناريو من مخرج. لكن حكاية الكتابة ديت، لأن إحنا أهلي من كوامل في سوهاج، وإحنا ساكنين في رود الفرج، أنا مولود في رود الفرج في شبرا، فكان الوسيلة الوحيدة وقت ما أنا كنت صغير هي كتابة الجوابات، ما فيش بقى موبايلات ولا الكلام ده. فكنت لازم اكتب اللي بستي بتقوله لي علشان نبعته. الكلام ده شبه اسبوعي
يعني كل اسبوع 10 ايام في حكايه يا اما هنا يا اما هناك. فانا اكبر احفادها يعني واكبر ولد عند ابويا، فكنت واللي بعرف اكتب يعني سته ابتدائي خمسه ابتدائي ابتديت اكتب حكايه الجوابات دي. كان تمرين مرهق ومزعج وعنيف لان الكلام اللي بتقوله صعب، مش هو اللي انا بتكلم بيه في المنطقه. هي بتتكلم صعيدي يكح، فازاي اكتب ده وابعته هناك وهناك يفهموه برضه. فكان لازم اخترع يعني اللي تقوله لي احاول يعني اترجمه بحيث انه ينفع يتبعت لهناك لاحفادها برضه الناحيه الثانيه في سوهاج. فده التمرين ده فضل لحد الاعداديه مثلا، هو ده اللي ساعدني على حكايه الكتاب. لكن السيناريو دي بعد السينما. طيب استاذ عمر، يعني ايه اللي شفته في ناصر عبد الرحمن كانسان بعيد عن افلامه؟ هقول لحضرتك، انا من اول لحظه وناصر عبد الرحمن بالنسبه لي تتوفر فيه كل مواصفات الاخ الاكبر، الحلوه والوحشه بالمناسبه. يعني الاخ الاكبر ده مش ملاك يعني زعله وحش ومحبته حلوه، يعني انت تاخده باكج بالظبط يعني. لكن هو من اول لحظه هو يعني صاحب خبره وطول الوقت بيقدمها لك بحب في كل حاجه، من اول الفن والفرجه والحاجات اللي تتقري والعروض الخاصه لحد الاماكن اللي بتقدم اكل مختلف يعني. يعني دايما عنده خبره وبيفرح لما بينقلها لك، انه اتفرج على كذا واقرا كذا وكلم فلان وخد بالك من فلان وتعامل مع الفكره دي بالطريقه دي وانت بتشتغل كاتب والكاتب لازم يكون عنده كذا. فطول الوقت هو بيتكلم بده من غير ما يمارس سلطه ومن غير ما يكون بيلعب الدور، لا هو جواه في روحه تركيبه الاخ الاكبر اللي شايل هم اللي حواليه فعلا بحب. حتى لما يزعل او يكون في عتاب او سوء فهم برضه بيبقى زعله تقيل، يعني لازم برضه ايه يعني تبذل مجهود علشان ترضيه. لكن هو طول الوقت عنده بالظبط طول الوقت عنده خبره. ناصر زي ما انت شايف كده شخص وقور وراكز، لكن هو جواه صعلوك عظيم جدا. شخص متمرس في حواري وازقه المحروسه بشكل مذهل. اكتشافاته اللي بيذهلنا بيها كل شويه، يعني معانا فلوس فيودينا عند محل بيعمل كباب ونيفه في اعماق الغوريه وبيشتغل ساعتين لحد الساعه 5 وعشان معانا فلوس معناش فلوس فياخدنا في الزخانيق في حته في ورا سيدنا الحسين محل قد كده، شخص بيبيع رنجه وفسيخ فيقشر لنا رنجه وفسيخ في المحل بتاعه وناكل عنده. فطول الوقت عنده مخزون من الخبره والمشاهدات والمعرفه. يمكن علشان هو مولود هنا، يعني هو اصلا سوهاجي بس مولود هنا. انت جاي بقى في ناس مولوده هنا وما تعرفش حاجه. مظبوط. يعني هو مولود هنا وجايبها ماشي على رجليه. يعني ناصر من اكتر الاشخاص اللي يعني عادي جدا لما نقعد على قهوة او اي مكان اول حاجة بيعملها ان هو بيقلع الشوز، لان هو كان قبلها في مشي حصلان بقاله 4-5 ساعات. فالحركة التلقائية بتاعته اول حاجة بيعملها بيريح رجليه. استاذ ناصر، سوهاج ولا رود الفرج اللي سابوا فيك الاثر الكبير في كتاباتك وفي شخصيتك؟ يعني اللي يعرف رود الفرج كويس يعرف ان هي جزء من سوهاج. يعني القريه المتمدينه من سوهاج وهي اللي ريفت المدينه. يعني هي الوحيده على حسب ما اعرف يعني ان عادات رود الفرج او معظم يعني قرايب اللي موجودين هي عادات الناس اللي في سوهاج بالظبط. ده صحيح. يعني ما حسيتش بالفرق حتى لما روحت هناك، هم نفس الناس. بالمناسبة سوهاج على حسب علمي يعني من أكثر المحافظات هجرة للقاهرة واسكندرية على الإطلاق. صحيح. ويقال إن لو راح حد الإسكيمو هيلاقي ناس من سوهاج برضه. فيعني هي بلد عجيبة جدا. الفكرة في واحد سوهاجي وحيد وصل للقطب الشمالي. أكيد زمان. هو لازم يبقى سوهاجي. قاعد قدامك. راح القطب الشمالي فعلا. طيب نصلي على النبي كده ونسمع صلوا على النبي. عليه الصلاة والسلام.
صلوا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه صلوا عليه لتسعدوا بالصلاة صلوا عليه.
استاذ عمر، ميشيل فوكو الكاتب الفرنسي وهو بيكتب مثلا احد كتبه اللي هي مثلا تاريخ الجنون لستوارد لافولي، لجأ للارشيف بتاع المستشفيات الفرنسيه من القرن ال17، لقى الارشيف كله موجود، القرن 17 و18 كل الارشيف موجود، وقدر يطلع من الارشيف مجموعه كتب او كتابين بعنوان تاريخ الجنون، وهو من اعظم الكتب اللي اتكتبت في تاريخ الجنون. وانت بتكتب صناعات مصر، ايه الارشيف اللي لجأت له؟ طبعا انا كنت اتمنى يكون حظي حلو زي حظ ميشيل فوكو، يعني لكن انا كان عندنا مشكله في مصر في الارشيف وفي تخزين المعلومه، وايه اللي يستحق ان هو يتارشف وتشتغل عليه، وايه الحاجات اللي بتقع من الناس في وهي مش واخده بالها. فانا كان عندي مشكله في صناعيه مصر ومكمله لحد النهارده، يعني حتى لما بحب اشتغل على اسامي جديده، ارشيف الصحف او الوثائق او الى اخره، بمركز اهتمامه في التوثيق على الاسامي اللي اوريدي معروفه، اللي اوريدي ناجحه، اللي مش محتاجه مزيد من التوثيق ومن الارشفه. لكن الشخصيات اللي ما كانتش متوثقه من اول لحظه ليها، او ما كانتش بالمعنى البسيط نجمه من اول لحظه ليها، فمحدش بيشتغل عليها او بيبقى حريص على ان هو يحتفظ بماده تخصها. رغم انه في صناعيه مصر انا اشتغلت على اشخاص اثرهم في حياتنا كمصريين اثر عظيم جدا، وقدموا منتج للبلد فارق في تاريخ البلد وفي تاريخ حياه سكانه، على مستوى من اول العطور والشوكولاته لحد السد العالي والنظام الصحي. دي اشخاص طول الوقت احنا زي ما بيقولوا كده البلد عايشين من خيرها. فكان التحدي انك انت ازاي تلاقي الناس دي وتلاقي عنها سطرين وثلاثه واربعه، فكانت صعبه بصراحه مش سهله. وما كانش فيه الارشيف الكبير اللي يسمح بشغل كبير، يعني لحقت على قد ما اقدر ناس من العائلات، من الاصدقاء، من اللي كانوا معاصرين للي بيحصل، وما كانش في سطر الواحد بيلاقيه وبيستغنى عنه، يعني اي سطر بيحصل بيلاقيه الواحد بيبقى فيه معلومه مهمه جدا مهما كانت بسيطه.
فبيبقى حريص على ان هو يوثقها ويحطها في مكانها. يعني اخذ كم سنه معك او كم وقت لكتابه الكتاب؟ يعني الشغل المنتظم حوالي 3 سنين، لكن كنت قبلها بسنتين بدات احضر وادور في فكره انه ازاي ممكن الاقي خيوط اشتغل عليها. يعني مين اكتر شخصيه لقيت فيه صعوبه في انك تلاقي معلومات عنها وشخصيه مؤثره بين الشخصيات اللي كتبت عنها؟ كتير والله. يعني في شخص مثلا زي حمزه الشبراويشي. حمزه الشبراويشي ده واقف ورا منتج اسمه كولونيا 3 5. كولونيا 3 5 دي تفصيله 3 5 ولا 5 5 3 5 الاول 3 5 هي الاصليه 3 5 انا ما وعاش على 3 5 لا لا هي موجوده يعني دي تفريع منها يعني. فتفصيله في بيوت المصريين وفي حياتهم الاجتماعيه بشكل غير طبيعي. يعني تفصيله ثابته من تابلو العربيه للحمام لبيت الجده لبيت العم للحقنه حتى في حالات الوفاه للتغسيل. يعني اساسيه في كل حاجه موجوده. فازاي تدور الحلاق تعويره يعني البحث حتى عن اشياء متناقضه. يعني ريحه الركن بتاع كبار السن في صلاه العيد على جنب كده في وريحه حالات الوفاه. يعني يعني حالات متناقضه موجوده في كل حاجه. فازاي تدور على حمزه الشبراويشي دي كان بدايه من الصفر، لانه ما فيش سطرين عنه لا في ارشيف صحفي ولا في انترنت ولا في دار وثائق، ما فيش يعني. فاللي هو الواحد ابتدى يدور ان هو يدور على حد من العيله. فانت تدوري الاول في النعي اللي فيه اسامي، في اسم حمزه الشبراويشي يعني توفى فلان الفلان وهو قريب او نسيب حمزه الشبراويشي. فدي الخيوط اللي الواحد ابتدى فيها من الصفر. في حد زي الخواجه تومي خريستو ده هو اللي اكل مصر الشوكولاته. يعني عمل شوكولاته اسمها كورونا، برضو تفصيله ثابته في حياه المصريين. يعني ما كانش في خيط للبحث غير ان انا اروح المصنع او اتعامل مع المصنع نفسه اللي هو ما بقاش المصنع بتاع الخواجه. يعني بس كان في محاوله للبحث عن الخيط ده هناك. يعني وناس كتيره جدا، يعني حد زي محمد صدق سليمان ده شخص قامت على كتافه تجربه السد العالي. السد يعني ومش كتير يعرفوا ده، مش كتير يعرفوا ان السد العالي هو محمد صدق سليمان اكتر من عبد الناصر واكتر من بقيه الاسماء. النظام الصحي اللي مصر عايشه بيه لحد النهارده، التامين الصحي والمستشفيات والاسعاف، كل ده الدكتور نبوي المهندس برضو ده طبعا اسس شكل للطب في مصر. مصر ماشيه عليه لحد النهارده، بتطور فيه اي نعم، بس الشاسيه الاصلي هو اللي عامله. أيوه. وهكذا يعني. أيوه. ففي الاسامي كلها كانت صعبه الحقيقه. يعني ايه رايكم نسمع اغنيه كده ونرجع نكمل حوارنا الجميل ده؟ محمد الله طمني عليه اللهم
الأولى برضا على سهام السقام ولبنك يما علينا حرام. قال الأولى برضا على سهام السقام ولبنك يما علينا حرام. بس خدينا يما لخير الأنام سيدنا محمد هنسلم عليه. اللهم غزال ليه لما رحتي رحتي للعيال ليه جيتيني جواب. قالت الاولاد قالوا لي لا بنك قد حرم حرم واشربوا منك. ارجعي ارجعي للي ضمنك وخدينا معاك نسلم عليه. جاب اليهود تبسم ضحكا لما وجد الغزل لعينها ماسكا. جاب اليهود تبسم ضحكا لما وجد الغزل لعينها ماسكا. ايه على حجر النبي خروا بكا واسلم اسلم اسلم واسلم اسلم اسلم واسلم وصلى وسلم رجعنا لحضراتكم مرة تانية في سيرة الحبايب وبنواصل حوارنا مع الاثنين اللي من أجمل ثنائيات مصر المبدعة ناصر عبد الرحمن وعمر طاهر. ويمكن بعد ما سمعنا أغنية الغزالة أستاذ عمر يعني رمضان باعتبارنا احنا في رمضان طبعا مرتبط عندك بإيه في الموسيقى؟ هو طبعا مرتبط اكتر. اولا قبل ما اتكلم طبعا عايز احيي للشباب الفنانين احسنوا يعني حاجه في منتهى الشطاره الحقيقه يعني اصوات رمضان في ودن الواحد خليط من طبعا النقشبندي والشيخ رفعت هم الخطين الاساسيين في الثقافه السمعيه المرتبطه برمضان. في طبعا حاجات طبعا ثانيه موجوده في الخلفيه زي صوت تترات الشيخ الشعراوي او تترات بكار حتى او تترات الاعمال الدراميه. لكن يظل بعتبر ان صوت الشيخ رفعت بما انه يعني هو اخر حاجه بتسلمك للفطار الفطار. فبعتبر ان صوته شبه بال الريق يعني هو المعادل لبال الريق انه انت بتفطر على صوت الشيخ رفعت. فدايما لما الواحد بيسمع حتى صوته وصوت اذانه في وقت غير رمضان غصبا عنه بيحس ان هو بيبنى عليه يعني يعني في حاجه كده حن في الواحد. وصوت النقشبندي طبعا بالذات الاعمال اللي هي النقشبندي عملها مع عمار الشريعي او مش عملها معاه كان عمار الشريعي كان بيحكي في مره ان هو اشتغل على تراث للشيخ السيد الشيخ سيد النقشبندي خده واشتغل عليه مزيكا هي الحاجات المشهوره بتتذاع في رمضان. فدول الاهم يعني في الفتره دي. استاذ ناصر السماع صوفي بتتبعوا طريقه صوفيه مع بعض كل ده ما فكرتش تكتب عن احد المتصوفه الكبار مثلا دلوقتي في رمضان ده في مسلسل عن مولانا ابن عربي ما فكرتش تكتب عن اي حد من المتصوفه؟
مسلسل أو فيلم؟ طبعا فكرت، بس ديب يعني كل وقت ولي أدان، المهم ان انا اكون انا جاهز. دي حاجة جاهز نفسيا يعني؟ لا، ان انا اكون قادر حتى ان انا بقى اديهم، انا لسه مش اديهم. فالناس دي يعني يعني لما يجي الوقت هعرف يعني هيتعمل، انما انا دلوقتي اللي بقدر اعمله بعمله. لكن الناس دي طبعا هو ناصر بس مؤدب، هو محرج يقول ان هو الشغل على الحاجات دي محتاج ان الشخص يكون مديها قدرها من الاحترام ومن الجديه. في ناس بتتعامل مع التصوف والكتابه عن التصوف باستهتار وكانه يعني حاجه يعني سهل ان هي تتعمل وبيعملوها بسهوله وفاكرين ان هي يعني بالبساطه دي. ناصر طبعا عشان هو مؤدب مش هيقول كده، هو كان قصده انه النوع ده من الشغل فعلا محتاج قدر كبير جدا من الاستعداد ومن الاحترام اللي فيه اجلال للمنطقه دي من الشغل يعني. ولا عشان السوق دلوقتي صعب انه يتم انتاج حاجه تاريخيه كبيره بميزانيات ضخمه، فهيبقى الكتاب عن الموضوع ده مشروع مشروع مؤجل شويه لاسباب يعني انتاجيه. ما فيش يعني شك انه طول الوقت مع طول العمر، من اول ما الدنيا او فهمنا ان في دراما من اول ما وهي بيقولوا السوق، بس مش عارف، محدش عارف يعني ايه السوق ويعني ايه النجاح ويعني ايه الفشل ويعني ايه ده بيتعمل وده لا، ما حدش عارف يعني كلها. اضحكك، مره عمر طاهر كان داخل قابلته في مكان، فكان معاه مجله الهلال باين ولا، فكانوا بيكتبوا عن مشاكل السينما المصريه في الثلاثينات، مش عارف كان بقرش ولا حاجات كده، المشاكل بتاعتها. كانوا بيهاجموا طبعا صناعه السينما اللي هم النقاد يعني، على اساس ان هي سهله وفيها تسليه وكذا وكذا وكذا، وان ليه ما بتعملش اعمال جديه في الثلاثينات. نفس المشاكل لغايه دلوقتي، كانه عدد معمول النهارده يعني كانه دلوقتي. ففي يعني سيبك من حكايه التوزيع ولا الانتاج ولا يعني كلها اسباب معموله علشان خاطر تتقال بس ليست لها علاقه بالحقيقه على الاطلاق. طيب بمناسبه الصفات الشخصيه، يمكن الاستاذ عمر بيقول انه الاستاذ ناصر مؤدب علشان كده يعني مش قادر يعني او مش عايز يقول انه ما انش الاوان انه يكتب حاجه عن احد يعني رموز المتصوفه. من الصفات الشخصيه وانا بسالك انه الاستاذ ناصر كده تحس انه خجول، بس خجله ده بيضيع في اعماله في السيناريوهات اللي بيكتبها. شفنا سيناريوهات او افلام هي فوضى، حين ميسرة، وغيره وغيره كلها. صحيح، انت شايف ده ولا هو انا مش بربط بين الاثنين بصراحه يعني، بس هو ناصر فيه يعني خجل وبيدوب في في مستين. هو لا، هو لما بيكتب في مستين عنده يعني ممكن يكونوا بينتصروا على شخصيته وبيطلعوا على الورق اكتر ما بيطلعوا في الحياه. انه بي 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 الحاجه طالعه من عنده متدفقه ولحم ودم يعني، الافكار لحم ودم، مش افكار بلاغيه وجماليات. لا، لحم ودم، تحس ان الافكار ليها رجلين وبتمشي في كل شغله، وطول الوقت عينه سابقه بخطوه يعني، عينه شايفه حاجه قدام حتى لو متخيلاها او مستنتجاها، بس هو دايما سابق خطوه يعني. تبص على افلامه في وقت عرضها، وفي حاجات ممكن ساعتها ما تقفش عندها، بس لما تشوفها دلوقتي بعد شويه وقت تحس ان ناصر كان قاري الشارع، وقاري الغضب، وقاري العشوائيات، وقاري الجهل، وقاري المشاكل النفسيه اللي في الشارع، قاريها بشكل كويس جدا ومترجمها، ووقتها احنا مش واخدين بالنا منها، شفناها بعد الفيلم ما اتعرض باربع خمس سنين. ده صحيح. هي فوضى كانت 2000 وكام؟ كان 2007 ايوه 2007 بالظبط. وحين ميسرة 2009 فين؟ 2007 برضه. 2007. استاذ ناصر، المدينه نجاح النقاد والمهرجانات ونجاح فني كبير، حين ميسرة النجاح الجماهيري، ايه
فرق بين طعم النجاح هنا وطعم النجاح هنا؟ أولاً المدينة ما كانش فيه نجاح فني خالص، قصدي له علاقة بالنقاد خالص. ولا بس خدت جايزة عن ال خدت جوائز كتيرة جداً بره. هو ده اللي قصدي عليه. هو هقول لك حاجة، ودي برضو فيها إشكالية عن المدينة. فيلم المدينة خد 5 جوائز في لوكارنو، وخد في كارتاج، وخد مش عارف حاجات كتيرة يعني، لكنه اتعرض أسبوع واحد في رمضان تمام بدون أفيش. تمام، أول فيلم اتعمل ديجيتال سنة 99، بتتكلمي في 19 سنة 99، وبره بيتعاملوا معاه بشكل توثيقي من أكتر الأفلام اللي حتى كسبت مصر العالمية، لأنه بيتعرض في القنوات الألمانية والفرنسية لغاية دلوقتي. تمام، لكن على مستوى النقدي اتهاجم هجوم غير طبيعي جوه مصر. ليه؟ لأنه هو في نفس السنة أو بعدها السنة اللي بعدها اتعرض همام في أمستردام. الاثنين سافروا على بالمناسبة، والاثنين راحوا لأوروبا، بس علي بتاع فرنسا راجع حافي، وهمام بقى ملك أمستردام. فالجمهور يفضل رحلة النجاح بغض النظر عن، المهم هو ينجح وخلاص. بغض النظر واقعية ولا لا؟ أنا ما أعرفش أعمل كده. يعني أعرف إن النجاح إن واحد يعرف نفسه، مش إن هو بقى معاه كام في جيبه. أنا ممكن أكون مليونير ومش عارف حاجة، أو تافه يعني فكده. إنما حين ميسرة الناس يعني استقبلت، وعلى فكرة هو جاب 20 مليون في وقت المليون ده طبعا كان نجاح جماهيري كبير. نجح ليه بقى جماهيري؟ ما نجحش زي ما الناس بتقول علشان خاطر هو جريء ولا أي حاجة. هو نجح بسبب بسيط جدا، إن عادل حشيشة كان بيدور على عيلته. هو الفيلم بيتكلم عن واحد بيدور على عيلته بعد فوات الأوان. إحنا لما الناس اتفرجت على حاجة تقصها هي، ولما هجمت إن لا إحنا مش عارف إيه، لدرجة إن في عدد أنا محتفظ بيه في البيت من مجلة روزا اليوسف تقريبا، يعني من الجلدة للجلدة هجوم على مشهد 30 ثانية ملوش علاقة بحاجة. فاهم قصدي؟ الحاجات ديت بالنسبة لي بتخليني أقعد أفكر، أقول أبو الواحد يعني يختار أنهي طريق يمشي فيه. فزي ما أقول قال لي عمر طاهر دلوقتي أو سمعته، إنه مش بمزاج الواحد يمشي إزاي. يعني أنا مش بعرف الفيلم اللي جاي ولا المسلسل اللي جاي ولا أي حاجة أكتبها إزاي، شكلها إيه، ما أعرفش. أستاذ عمر، لما بتكتب بتستحضر في ذهنك القارئ أنا عايز أكتب حاجة الناس تقراها ودور النشر تطلبها، فبتبقى يعني بتبقى توليفة معينة، ولا عندك مشروع شغال فيه بغض النظر الناس تحبه أو تكرهه؟ لا طبعا الأولوية عندي للمشروع، بس وأنا شغال برضه ببقى عامل حساب اللي بيقرا، وعامل حسابه مش عامل حسابه بمعنى إن أنا يعني عامل حسابه ان انا عايز اعمله حاجه تجاريه عشان تنجح، لا عامل حسابه بمعنى ان انا زي المدرس اللي حواليه 5 اشخاص وبحاول يفهمهم بابسط طريقه، وبحاول يخليهم يحبوا الماده، وبحاول يخليهم مستمتعين باللي بيحصل. فببقى شايل هم القارئ على مستوى انه لما يتعامل مع اللي انا كاتبه ما يحسش ان وقته ضاع، ما يحسش ان هو بينهج وهو بيقرا، يحس بانه استمتع وان هو لقى حاجه مفيده. فببقى شايل همه على المستوى ده، مش على مستوى ان هو يعني ينبهر ويقول يا ده فظيع وبتاع، لا مش خالص. يعني ببقى شايل همه انه ما بقاش ضيعت له وقته او بوظت له افكاره او زهقته في حياته اكتر من الحياه زهق. يعني بمناسبه الكتابه استاذ ناصر، انت بتنشر السيناريوهات اللي انت بتكتبها في كتب، في صورة كتب. دي كانت تجربة متهيألي ما حدش عمل كده قبل كده، اول واحد في الجنة، اول حد مش كده؟ يعني جات لك ازاي دي؟ ايه اللي خلاك تعمل ده؟ هو يعني ايه، اولا الفكرة دي جات بسبب انه لما خلصت، لما بعد هي فوضى وكذا وكذا، ابتدوا دار النشر عاوزين تنشر هي فوضى وحين ميسرة ودكان شحاتة. فأنا
من الناس اللي بعتبر ان الفيلم على الشاشة. تمام؟ طالما انا خلاص اتعمل مفيش داعي ان انت تقراه. بس بعد شوية اثناء جبل الحلال وهكذا انا بكتب بانتظام كل 6 أشهر فيلم، بغض النظر بقى اتعمل ما تعملش كده. بس اساتذتي استاذ محسن زايد والناس اللي علموني سيناريو يعني وليهم فضل عليا كبير، كانوا بيقولوا ان السيناريو اللي ما بيتنفسش بيتحط في الدرج. فانا مش شايف برضو ان فكره ان طب ما هو ما تنفسش احط في الدرج ليه. فقررت ان انا انشر السيناريوهات اللي عدت عليها فتره زي حشيشه وشماريخ واخر نفس وكذا وكذا. بس بعد شويه زهقت من دار النشر لانه حسيت ان وجع دماغ، فقلت طيب ما هو في نت. فروحت ناشر كمان 3 سيناريوهات وكلهم ما تنفذوش. وما يخصنيش بقى فكره اتسرق ما اتسرقش مش عارف ايه الكلام ده، لا يعنيني. ليه لا يعنيك؟ لا يعنيني لانه انا قلت رايي، يعني اصل الكتابه دي راي، يعني مجهود. احساس ده مجهود، انا قلته خلاص، انا قلت احساس. اتصور بقى ما تصورش ماليش دعوه، انا حبيت واحد حب اللي انا حبيتها دي راحت اتجوزت واحد تاني انا مالي، بس انا حبيت خلاص. ده انا ممكن اموت فيها. لا انا لازم لا تموت فيها ليه؟ ما تحب تاني والله. انت شايف كده؟ طبعا الـ 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 انا مش شايف كده، ده ربنا يعني ربنا مجهزنا ان يعني احيانا يعني ممكن يعني لا يعني انا ممكن اعرف اكتب تاني، بس احب تاني دي صعب اكتب تاني. انا تاني طبعا، اصله الحب هو الحب الاولاني ده. انت عارف يعني ايه الحب الاولاني؟ لا بصراحه هو حب ربنا. فبالتالي اي تجلي هو حب، وهو حب جديد. والا ان انت خلاص هتبطل تاكل بقى وتبطل انت بتحب لانك بتحب هذا التجلي، التجلي ده حب حد تاني. انا لازم انضم ده هو ده كده. فبالتالي لما نزلت السيناريوهات والناس ابتدت تقرا والكلام ده كله خلاص يعني حصل لي ما هو ربنا يعني دلوقتي اللي انا كتبت وحسيت وكذا وكذا وتمام عملت تمة بحمد الله. انا هضيف حاجه تاني؟ لا انا بنزله لانه ما تنفسش السينما. لما يجي لي منتج او حاجه تانية انا بكتب بالجديد، بكتب احساسي دلوقتي اللي هو مش ممكن يكون بتاع السنه اللي فاتت. لان خلي بالك الكاتب هو موجود في مناخ متغير. اولا الله يرحمه رأفت الميمي علمني حاجه مش ممكن انساها، قال انه اللي ما يفتحش الشباك بتاعه ويبص على العالم اللي بيكتب عنهم دول ويحسهم مفيش داعي. فلان العالم على الكره الارضيه بتتغير كل ثانيه. يعني الكره الارضيه بمعنى الكره الارضيه، ما مش معناها رود الفرج ولا شبرا ولا القاهره، لا معناها الكره الارضيه باولادها بشبابها ببناتها بكل الحاجات دي كلها. بالتطور ده اللي هو موجود في المناخ اللي متغير بشكل سريع، الكاتب اللي ما بيتغيرش ومش متطور ومش مرن مع التجليات يبقى هو مش فاهم حاجة. يبقى هو يروح يكتب بقى في التوثيق بقى أو الحاجات دي. فاهم قصدي؟ أيوة. فأنا بكتب لأني خلصت ومستني التجلي الجديد أو الحب الجديد اللي خليني أكتب حاجة تانية. بالنسبة الحب يعني مفيش حاجة عند الفرقة عن الحب أو حاجة زي كده؟ أكيد ده كلها حب بس. طبعا طبعا. أخفي الهوى أهياف قد جُرِّ
وكأنني بالحزن مثل أبي. إن أنكر العشاق فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وأبي. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان، أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام. آمين. جبرتم كسر وجنتاه وردتني كالديان، ودموع العين تجري مثلها طال الغمام، مثلها طال الغمام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان، إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان، الزمان أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام. الله 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 الله. ايه ده؟ ايه الابداع ده؟ الله الله. شفت مكتوبه ازاي كمان واستحضار المفردات المفاجاه بصراحه بالنسبه لي. شوف ورده كالدهان برزخ لا يبغيان، يعني رائع 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 يا جماعه والله بجد يعني. طيب ساره
ايه الاخبار يا ساره؟ اخبار القهوه خلصنا؟ ايه خلصنا خلاص خلصنا بجد؟ خلصنا. طب يلا نشوف. عالي يلا بينا. اعملي لنا مفاجاه كده زي مفاجاتك اليوميه. يلا بينا. خلي بالك لو ما عجبتش الاستاذ عمر والاستاذ ناصر دول صعيده. انا عجبتني اول ما اشوفها خلاص والله. القهوه <عجبتني. تصفيق> شكرا جميله. ايه ده؟ ده انا شايف يعني من الله. ده القهوه بس. ميرسي تسلم. الله يخليك. ورينا يا استاذ ناصر. كلها مشاكل. لا ابدا يعني الاصل طبعا الصوره بتاعت الله يخليك ميرسي. وريها لنا تاني يا استاذ. دي حلوه قوي بصراحه. وريها لنا تاني. القهوه بتعبر عن شوف دي تعيش. طبعا طبعا على طول والله. فور ايفر. لو قهوه قهوه كمان. قهوه قهوه. وريها لنا تاني كده بس القهوه يعني الاصاله وال. طب انت استوحيتي الصوره دي بتاعت الاستاذ عمر من صورته بالكاب والصوره دي صوره شهيره للاستاذ عمر. وطبعا في حاله فرح وكانه كان يعني ايه في نشوه كده بيعيش قصه حب يعني. صح يا استاذ عمر. والقهوه انا بعبر بالقهوه عشان الـ 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 الفن الاصيل يعني دايما الاصاله. انا بشوف ان القهوه اكتر حاجه تعبر عن الموضوع ده. استبديك. ف احسنتي. الله يخليك جدا. ميرسي. شكرا يا ساره. شكرا يا ساره. انا خدها صح. طبعا طبعا طبعا. هنروح دلوقتي كلنا نتسحر. ارجوكي بقى. خلاص خلاص على طول. يلا اتفضلي. اتفضل. ما ناكل واحنا طبعا يعني. شوف جلال النهارده ايه عامل لنا ايه. احنا عاملين طعميه يعني سفره مصريه صميمه. جبنه دمياطي مع الطماطم. بطاطس. بيض مع الطحينه والزيت. فين الزبده؟ فين الفول الاسكندراني بتاعي؟ الفول الاسكندراني اهو جاهز. يلا يلا نطلع الطعميه دي بس. وفي عندنا كمان بيض اومليت. وده ايه؟ اني دي زبدة فول سوداني مع قشطة بلدي وشوية عسل أبيض وسنة قرفة صغيرة. الله ده جديد. أيام العزوبية مين كان بيعرف يطبخ؟ أنا بطبخ لنفسي. بتطبخ لنفسك حتى لغاية دلوقتي؟ لما ببقى متضايق لازم أطبخ. والله بتحط الغضب بتاعك في الطبيخ. وبعدين يعني أيام أبويا كنا بنعمل في المحل طواجن. عشان الفطار احنا كنا بنفطر في المحل. تمام. فاتعلمت ازاي تعمل الطاجن. طواجن بكل انواعها. والله في الفرن البلدي بقى بناخد الطواجن وتطلع على الفرن البلدي. حاجه تتاكل يعني اي حاجه في طاجن وحطها في الفرن. بالظبط ده كده يا بخت المدام يعني انك تعرف تطبخ. ما انا يعني لازم اكون في حاله معينه. بتطبخ وتطبخ يعني مش حاجات مش بسيطه. انا بعرف اطبخ. انا ما بعرفش اطبخ. انا بعرف انظر. تقول لهم لا ناقص ملح زايد مش عارفه ايه كذا كذا كذا. فانا مش يا بخت المدام خالص عندي يعني. بس انا اكلت عند عمر كذا مره يعني. يعني النفس حلو قوي. والله كويس جدا ما شاء الله. وبينظر وبتنظر يعني النفس حلو. بنظر يعني حاجه جامده. شاطره مراتي. شاطره نتيجه التنظير اهو. بصراحه امتى ده اكل جميل يعني. مش فول حلو ده فول مدمس. مش ده فول مدمس. لا مش حلو. لا مدمس. مدمس والله. واحنا اللي مدمس. في روايتين في موضوع ان هو ليه اسمه فول مدمس. روايه انه كلمه دمس الشيء. دمس الشيء يعني خبى حاجه تحت حاجه. اوكي. فكده زي ما تخبي الفول كده تحت المايه في الدماسه او تحت العدس الاصفر والحاجات اللي بتحطها فوق. اوكي. وفي روايه تانية انه اول مستوقد بتاع فول كان صاحب خواجه يوناني اسمه ديموس
كان الفول بتاع ديموس ده بقى الفول المدمس. الله حلو حلو الروايه دي قوي. انا اقرب للروايه الثانيه. متهيألي انت يا استاذ انا بتاكل. انا باكل. عارف بقى هيرودوت قال حاجه غريبه جدا. قال انه الكهنه بتاع الفراعنه زمان كانوا بيخافوا من الفول ما بيحبوهوش وبيعتبروا الفول ده طعام نجس، فما يدخلش المعبد، ما يدخلش الاماكن اللي فيها عبادات. ده هيرودوت قايل كده يعني. ده لانه اكل الشعب او اكل عامه الناس يعني، ما مش كان من محظورات الحاجات اللي هي تخش المعبد. النقد اللي بنسمعه على طول الممثلات السيدات بيقولوه على طول الممثلين وحياتي، لا الممثل الا الممثل بشكل خاص، انه بما ان اغلب الكتاب رجال فالافلام تبقى البطل او اللي بيقود الموضوع بيبقى رجل بحكم انه الكاتب هو بيكتب بيستحضر ذاته، او فوجود المراه في انا بكتب للست احلى من الرجل. والله يعني من المدينه من المدينه عبد الرحمن اتشرف من المدينه الشرف ليا. من المدينه شخصيه ناديه فيها شخصيه و اكبر كتير واعلى من علي وهكذا يعني. يعني كف القمر البطل بتاعها غنيمه في جبل الحلال. يعني بحب اكتب للست فعلا لان الكتابه فيها هم الستات عندهم يعني اسرار كتير. الراجل ما عندوش سر، ما عندوش اسرار كتيره زي الست عكس ما احنا بندعي. الست بتبقى مناطق الغموض عندها أكثر. كتابه اسرار والست عندها اسرار ايا كانت ماشيه في الشارع بتبيع في محل ولا رئيسه جمهوريه. الست يعني سر يعني عندها خوف وقلق حتى لو كانت متحرره. عندها حاجه تقدر تقولها وحاجه ما تقدرش. عندها تعمل ايه وما تعملش ايه. عندها تاريخ خصوصا في الشرق. خلي الراجل يتسحر. طيب الراجل كلنا اكلنا وشبعنا وخلصنا. هو عجبني فكره الست وانا ايه واحد مصر كل كل. بس قولوا لي انتوا اتفقتوا انكم تلبسوا قمصان زي بعض ولا؟ لا احنا اتفاجئنا، احنا اتقابلنا بره هنا اتفاجئنا ان احنا صراحه يعني ضاربين الالوان يعني بالدرجات دي ماشي يعني ثنائي ومتفاهمين واصحاب بس مش لدرجه. والله ما كلمت، انا جاي من اسماعيليه على هنا. اسماعيليه بلد جميله. مهرجان اسماعيليه القرب الروحي اللي بينكم خلى الموضوع يبقى فيه تناسق في الالوان. قلت له فعلا حلقه من صحاب بالظبط بالظبط. لا وفي درجه في الاخضر بعينها يعني مش لا نفس الدرجه. نفس الدرجه نفس الدرجه. لو مش هتطلع شكرا يا جماعه على السحور الجميل ده. لا ده احنا لسه هنحلي بقى يعني. طبعا نبقى في السحورات اللي بنسمع عنها اللي فيها عكاوي وفيها طواجن وفيها الحاجات دي هيحصل. بس يعني الحمد لله بصلت المحبه السنه الجايه. السنه الجايه ان شاء الله. طيب نروح نحلي. شكرا يا شيخ جلال. الف هنا وشكرا لك. شكرا العكاوي والحاجات دي. ماشي اتفضلوا. طيب رجعنا من السحور اللي هو كان يعني شويه النهارده قرداحي، لكن هنشرب شاي ونحلي ونحاول كده نسال عن طقوس رمضان عند عمر طاهر ونصر عبد الرحمن. هل مرتبطه بحاجه معينه؟ بتعملوا حاجه معينه ما بتعملوهاش الا في رمضان مثلا؟ بص يعني احنا في لما عمر اتكلم على ايه اللي بيخليك تفتكر رمضان احنا فكره المدفع مهمه جدا بالنسبه لنا. وانا لحد ثانوي كنت بنعمل المدفع ده اللي هو بنفك البومب ونعمل المدفع والله وقت المغرب ساعه بنعمله بشكل معين كده. نفس الشكل بتاع المسمار. اوكي
والسجاد بتاعت بياع العرقسوس وال اظن الحكايه ديت موجوده لحد دلوقتي اللي هو البومب والسجاء والعرقسوس يعني والحاجات دي لغايه ثانوي انت كنت بتعمل لغايه ثانوي ولحد ثانوي كنا بنعلق ان انا بعتبر ان احنا رمضان احنا عشناه يعني احنا خدنا نصيبنا من رمضان واحنا صغيرين لحد المراهقه وخلاص احنا دلوقتي بنتفرج على رمضان بقى في ولادنا في ولاد اخواتنا في اللي هو مش كده يعني بنتفرج على رمضان بتاعهم هم احنا رمضان بتاعنا عشناه وبسطنا بيه ولعبنا وصمنا وخدنا الحر والصيف والشتاء وكل حاجه في رمضان وخدنا نصيبنا تمام دلوقتي احنا بنتفرج على رمضان بتاع جيل تاني واجيال تانية على الفيس بس رمضان على الفيس في مولد مواظبين على حضوره وعلى انكم تحضروه كل سنه وايه هو المولد ده احنا على احنا يعني كل زياره بمولد يعني كل زياره سيدنا الحسين دي زياره مولد يعني احنا مش بنستنى يعني الليله الكبيره والمولد تحديدا علشان يعني نحتفل بالمحبه او بالناس المحبين يعني ده موجود طول الوقت يعني ما زيارات اللي سيدنا الحسين بتتكرر كل قد ايه ولا كل على طول والله لم يعني كل ما ده متاح يعني ما مكسلش اصل انا ابويا كان الله يرحمه عنده محل في عند سيدنا الحسين والله فانا عشت من سته ابتدائي لأولى معهد سينما في شارع السندقية جنب زوائي المدق وجنب قصر الشوق وجنب السكرية جنب الجو ده يعني بيودينا حتت ما بنعرفش نروحها تاني يعني لو ما رحناهاش معاه ما بنعرفش نروحها تاني تتوهوا طب بمناسبة الـ يعني الإعدادية والثانوية وفترة أيام العزوبية كانت عاملة إزاي؟ شكلها بيتحصر لا جميله جميله كانت حلوه طبعا والله ايه الحلو اللي فيها السنكحه السنكحه وما فيش الالتزامات ما فيش مسؤوليه ما فيش مسؤوليات انسانيه مش مش مسؤوليات او التزامات يعني مش شايل هم حد يعني فكان فيها سنكحه وصعلقه وننزل نتلم نفطر في الشارع في اي وقت في اي مكان على اي مائده الرحمن يعني بنعمل ده كنا بنلعب براحتنا يعني مفيش حاجه مكتفين الزهد والتواضع ومحبه الله والقرب ده عالم ايه اللي وداه العالم بتاع الصناعه والفن وفنانين واجواء مختلفه تماما ازاي العالمين دول بيجتمعوا هم عالم واحد اصلا هو الفن كله قايم على الحب وعلى التواضع على ده في معناه اللي خليني بقول بين قوسين الافلاطوني معناه الاسمى معناه الارقى بس صحيح. على ارض الواقع في جوه العالم ده في عالمين مختلفين والعالم الاطغى على العالم ده اللي هو عالم الصناعه وعالم السوشيال ميديا والصور والاشكال و و و خلينا نبقى واقعيين هو عامل زي ايه بالظبط زي واحد بيحب واحد لو حب واحده بيعمل ايه بيلبس احلى حاجه عنده بيحط برفان بيلبس حلو بيخرج مكان كويس بيصرف كل ما عنده عشان يبهرها تمام هو دي الحاله بتاعه علاقتك بالكتابه نفسها من غير الاداره اللي انت بتتكلم عنها من غير ما تتعاملي مع حد التعامل مع حد دي بيحول الحب لزواج فاذا حد قدر تبقى الحدوته ديت ماشيه معاه في الجواز كمان يبقى في حب يبقى اذا الفيلم ناجح يعني الحاله الفنيه ناجحه من اولها لاخرها ودي في الدنيا كلها نادره يعني انه حد يتذكر انه موضوعه من اول ما بدا كفكر لحد ما خلص وردي يعني في حاجات حلوه في سوسوه عصافير والكلام ده كله بتبقى حلو اذا تحول لخناق وبتاع وما جبتش وجيت وتاخرت والكلام ده كله وانت السبب لا انت اللي عامل يعني دايما في الافلام ودي من اعجب الحاجات اللي بقت منتشره يتفرجوا على فيلم يقول لك انت اللي عامل الحته الوحشه دي ولا هو مين او الممثل اللي عمل ولا انت يعني ده كلام فاضي هي حاله واحده بمشاكلها لانه بيت واحد فيلم واحد فالفكره بتاعت
الاستمرار ده بتاعت المشاعر والفرق بين الحكايه داخل فيها اللي الاستاذ عمر قاله اللي هو الزهد والحب وكده، وداخل فيها كمان فكره المسؤوليه بتاعت الموضوع ده. للاسف شديد لازم تتخانق عشان للاسف شديد. انت كنت عندك وجهه نظر دايما بتقولها وانا مقتنع بيها، فكره انه الكاتب المحظوظ هو اللي يشوف على الشاشه 70% من اللي هو عامله. ده كاتب ناجح، ده يبقى خلاص ده يعني ده حقق تارجت عالي جدا، ان هو يشوف على الشاشه 70% من حلمه ومن فكرته. طب لو شاف اقل من كده بكتير طبعا بيزعل اكيد، بس هل الزعل ده يعني ممكن يترجم انه يزهد في الكتابه مثلا؟ دي شخصيه بقى، في يعني اللي بيحاول تاني وفي اللي بيفضل يحارب لحد ما بيشوف على الشاشه 100%. يعني بتهيألي استاذ وحيد حامد دلوقتي ما حدش يقدر انجم سيناريست من اول ما اخترعوا المهنه لغايه دلوقتي. ليه؟ لانه قدر او استطاع ان هو ككاتب يدير هذا الفن بتاعه. ايه ادواته؟ ان هو ينتجه. ان هو يصبح اسم جماهيري عنده شباك تذاكر. يعني وحيد حامد اسم تقدر تقول في حاجه اسمها فيلم وحيد حامد. افلام وحيد حامد. فتلاقي كتاب زي بديع خيري، ده يعني حاجه عظيمه جدا، كاتب مهم، او علي الزرقاني. انا بتكلم على سيناريستات يعني جامدين قوي، الى حد بشير الديك وكذا. فالاسامي دي اللي احنا اتعلمنا منها، اللي هم لحد جيل مثلا الثمانينات. الوحيد اللي قدر ينتج شغله، الوحيد بمعنى الوحيد في السينما، هو وحيد حامد. في التلفزيون هو اسامه انور عكاش. أيوة. رغم ان في التلفزيون كتاب كبار طبعا، لكن أزهمة أنور عكاش استطاع ان هو يشيء يعني ايه، يعني اذا نجم كبير ضايقه ما بقاش في المسلسل بتاعه يجيب حد تاني اقل وينجح بيه برضه. دي طيب مين المخرج اللي، والسؤال ليكم انتوا الاثنين، مين المخرج اللي ادالكم الشعور انه 70% من شغلك موجود على الشاشه من اللي انت كتبته؟ أنا شغلي مع أحمد الجندي. أحمد الجندي مخرج شاطر جدا، و عملت معاه فيلمين، عملت معاه طير انت وعملت معاه يوم ملوش لازمة. يوم ملوش لازمة. أوكي. الأستاذ ناصر؟ أنا بالنسبالي كل المخرجين اللي اتعاملت معاهم عملوا لي حاجة حلوة. يعني يسر نصر الله علمني. يعني في حاجات كتير ما اتعلمتهاش في المعهد، اتعلمتها على الصورة. فأدله إن هو علمني حاجات كتيرة في الكتاب. خالد يوسف عمل لي شغل إعلامي كبير، يعني بقى فيه لأن هو جماهيري. يوسف شاهين علمني الحوار، ودي أغرب حاجة ممكن حد يتعلمها منه، رغم أنه هو بيقولوا أنه هو كذا، لكن هو علمني يعني إيه مزيكة الحوار. مزيكة الحوار؟ أن الحوار لازم يبقى عنده إيقاع معين. وأي مخرج أنا شغال معاه جديد أو صغير لازم أتعلم منه، لأنه هو يعني إيه، هو المخرج يعني ايه والسيناريست يعني ايه. السيناريست يعني ورقه وقلم، دلوقتي بيكتبه بالكمبيوتر، انا لسه ما، بس على العموم هو مع نفسه. انما المخرج ده اداره، يعني ليدر، يعني عنده جزء منه تنفيذي، يعني يقدر يطلعكم بشكل غير اللي انتم شايفين نفسكم بيه، وفي جزء ليه علاقه بالورق برضه. يعني بالعكس انا باي مخرج بشتغل معاه ببقى مبسوط. لو افترضنا انك بتكتب دلوقتي مشروع حالي، تحب تديه لمين؟ مين يخرجه؟ احمد علاء. ليه؟ اشتغلت معاه قبل كده؟ اشتغلت معاه فيلم 10 دقائق. لكنه في حاجه حصلت، اولا طبعا هو ابن الاستاذ علاء الديب. طبعا. وعلاء الديب ده كاتب يعني بره الصندوق، يعني زهر الليمون. ده بره الصندوق، غير بقيه الكتاب المشهورين اللي هم ممكن يبقوا اقل منه. يعني على فكره في روائيين مش روائيين، وقصصين مش قصصين. علاء الديب ده حاجه عظيمه جدا يعني. الله يرحمه، وانا كنت اعرفه شخصيا، هو اللي كتب الحوار بتاع الموميا. فيعني حاجه اللي صنف او يعني اهم فيلم في 100 اهم فيلم في تاريخ السينما المصريه. الموميا وما بيتكلمش، تصنف رقم واحد، حطوا الموميا دلوقتي في
في ما اعرفش اذا كان رقم هو هو من كل هو في كل التصنيفات هو موجود 1% يعني هو موجود. فابنه وارث بقى الفكره بتاعه بالادب والثقافه ووارث التكنولوجيا وهكذا. فالنوعيه دي يعني بالنسبه لي مفضله. استاذ عمر طير انت الفكره اتعملت قبل كده في افلام اجنبيه وفيلم اجنبي مشهور جدا. انا من وجهه نظري انا ضحكت اكتر مش عشان الفيلم مصري لا ضحكت اكتر في الـ في الـ في النسخه المصريه. وانا كمان ده بجد يعني عشان النوع ده من الافكار هو بتاعنا احنا اصلا مش بتاع الخواجه. يعني احنا 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 بتوع الفانوس السحري وعفريت هانم والف ليله وليله دي حاجتنا احنا بتاعتنا احنا. هو الخواجه هو اللي بيقلدنا صح. فلما جه لما اتمصرت الفكره كانت اقرب لينا عشان يعني احنا في المنطقه دي يعني اقرب لنا يعني. انت لحد دلوقتي لما بتتضايقي او واحد عاوز يطير انا طاير بقى اطير انت مش عارف يعني بتتقال. لا كان فيلم ممتع وممتع حتى للممثلين لان تلعب شخصيات كتير مختلفه ملهاش علاقه ببعض. كان فيلم ممتع والممتع اكتر يا جان ان احنا سهرنا مع الاثنين المبدعين دول سهره رمضانيه جميله جدا. نتمنى انها تتكرر دايما. اتمنى احنا اللي استمتعنا جدا وبنشكركم فعلا على دعمكم. يستمر ان شاء الله يعني ويتنوع ويختلف زي ما انتم مختلفين كده مختلفين في الابداع يعني. وتسعدونا دايما ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين وشكرا على الحفاوه وعلى كرم الضيافه وعلى كل حاجه وعلى المزيكا الحلوه. طب نختم بالمزيكا برضه. نختم بالمزيكا وصلت سماع. اخر حاجه قبل ما نقول لكم تصبحوا على خير. أن يسموك محمد قصة
صوت عدل سيرة فضل في حلقات الزمن تردد هل من بشر مثل محمد هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد قصة عدل سيرة فضل في حلقات الزمن تردد بل من بشر مثل محمد من سوى عمر ببلاد وأذاب الأبيض في الأسود والمرأة من ذا حررها مذ كان جسدا مستعبا من ساوى عمرا ببلال وأذاب الأبيض في الأسود والمرأة من ذا حررها مذ كان جسدا مستعبا من يوصي المرأة بناقته وبهرته إلا أحمد هل من بشر مثل محمد هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد قصة عدل سيرة فضل في حلقات الزمن تردد مثل محمد هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد سترون نبيا من حب بالقيام السمحى يتعبد هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد سترون نبيا من حب بالقيام السمحى يتعبد وتعيش وقفة إهلال لنبي الإسلام محمد هل من بشر مثل محمد هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد قصة عدل سيرة فضل في حلقات الزمن تردد هل من بشر مثل محمد هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد قصة عدل سيرة فضل في حلقات الزمن تردد هل من بشر مثل محمد